هذا البرنامج مقدم لكم من طرف كوتي سبور. كوتي سبور منتوج المغربية للألعاب والرياضة. MDGS نربح الرياضة. فعلا اليوم هذا اليوم هذا اللي احتفلنا فيه بالذكرى الغالية عندنا ديال عيد العرش، نتمنوا سيدنا طول العمر الصحة والعافية وجميع المغاربة يكونوا ناشطين ومحتفلين به كالعادة، لأن هذه من العادات والتقاليد ديال البلد ديالنا والولاء للمملكة ديالنا والعائلة الملكية العلوية الشريفة. الاتحاد المغربي للاعبين المحترفين وكذلك الجمعية من جمعية ثقافات ورياضات وفنون التي ترأسها السيد الدكتور قمري زهير، درنا هذه الشراكة باش نديروا هذا الحفل والاحتفاء بهذا اليوم هذا الغالي، وفي نفس الوقت نحتفلوا ونكرموا بعض الوجوه اللي عطات للوطن ديالنا في الرياضة في الصحافة في الفن، واختارينا بعض النجوم اللي موجودين وعزيزين على الساحة ديالنا المغربية اللي هما سي محمد سويل، عمر نجاري، السي بلعيد بويميد قيدهم الصحفيين، وكذلك نخليو كما تنقولوا لا سوري سور لو غاتو، زعما المراه في المكان ديالها اللي تستحقو هي سعيده بعدي اللي تنعرفوها ويعرفوها جميع المغاربه وعزيزه عليهم. الحمد لله داز داكشي مزيان، تنشكر الصحافه اللي جات واكبات، وهذا نشاط اللي عادي عندنا كل سنه خصنا نقوموا به، وانشطه اخرى لان احنا جمعيه ولازم ان نقوموا بالواجب ديالنا لتفعيل تحسيس الاحتفال، تكريم، اشياء اللي خصنا نقوموا بها واجب علينا كمغاربه. وعاوتاني مره اخرى تنقول عيد ميلاد او عيد ميلاد ديال العرش ديالنا الملك ديالنا، الصحة والعافية وجميع المغاربة بقوا ناشطين وفي الأمان كما عايشين فيه بالسيادة ديال سيدنا نصر الله. للمزيد من المعلومات ما تنسوش تابونا وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد لو سات تي في. هذا البرنامج قدم لكم من طرف كوتي سبور. كوتي سبور منتوج المغربية للألعاب والرياضة. MDGS نربحوا الرياضة.